تناول موقع يمن مونيتور خبر إعلان شركة صافر النفطية اليمنية تدشين العمل بمشروع المضخة الغاطسة في بئر الوحدة 2 بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 800 برميل يوميا من النفط الخام. وبحسب الموقع فقد أوضح المدير التنفيذي للشركة سالم كعيتي أن هذا المشروع يمثل المرحلة الأولى لتطوير عدد من الآبار الميتة بسبب انخفاض الضغوط وإعادتها لخط الإنتاج، مما سيؤدي إلى تحسين إنتاج النفط في قطاع 18 الموجود في محافظة مأرب. وفقا لليمن مونيتور فإن شركة صافر تنتج نحو 40 ألف برميل نفطي يوميا، كما تنتج الغاز المنزلي بطاقة إنتاجية مقدارها 800 طن متري يوميا تخصص للاستهلاك المحلي، وتعد المنتجة الوحيدة للغاز الطبيعي المسال والمصدر إلى محطة التسييل في ميناء بلحاف بمحافظة شبوة على بحر العرب.